واش كيخويا اللي عندنا هو السيد راه جا خصينا على السبيطار، جابوه مريض عيان، داروا لي سكانير دوزوا لي لقاو عنده 35، ما عندوش حاجه كثيره. دخل الراجل دخلناه نعسوه كي الناس كندخلوا عنده نبغوا نجاو ندوو معاه نتواصلوا معاه باش نتواصلوا معاه، عطيناه التليفون لحقوش التليفون باش تواصلوا معاه، الجقفه حتى وحده ما وصلت حتى كندوو كيقطعوا لنا التليفون، شكون شاد التليفون الله اعلم، القفوف كتدخل ما كتدخلش، دابا 7 تاع العشيه باقي غنجيو نحيحوا على داك السيكيريتي، عطينا التليفون ورينا القفوف اللي ما كيدخلوا. عطينا ما كندخلوش حيت كيحبسوك على برا، اختي حتى من الصباح حتى المغرب عاد تبعث لي القفه، من الصباح حتى 7 تاع العشيه اللي تبعث لي القفه. حتى المغرب عاد تبعث لي القفه. وفين مشات هاد القفه الله اعلم، حتى حاجه مواصله مسكين، كيقولنا فينا الراجل راه لاباس عليه راه عيان راه لاباس عليه، كل واحد يجي يقول لك التليفون اللي دخل ليه ما جاوش، كنجاوبو كيصوني في الاخر قطعوا لنا كاع طفاو، مابقيناش عاد معاه ما نهضرو، عرفنا الراجل واش مريض. السلام عليكم، معكم الزهيد محمد امين مندوب الشبكه المغربيه لحقوق الانسان ومحاربه الفساد بجهه مراكش اسفي. هو في الحقيقه اليوم نستنكر ما وقع ونعزي الاسر ديال هاد الناس اللي مساكن مشاو ضحيه، كنقول انا ضحيه ديال الاهمال وضحيه ديال التقصير، لانه الامر اللي وقع اليوم بمستشفى محمد الخامس بمدينه اسفي فهو كان مرتقب في ظل عدم وضع واحد استراتيجيه ديال العمل من اجل التصدي لهذه الجائحه، خصوصا بعد عيد الاضحى اللي كان من المتوقع انه تكون واحد الموجه شرسه، وبالتالي كان يجب ان يكون واحد التعامل فيه واحد النوع من المسؤوليه. الشيء العكس اللي لقيناه بانه كان تقديم مجموعه من الشواهد الطبيه من طرف الناس اللي هم مسؤولين على قطاع الصحه وتدبير الشان الصحي في ظل هذه الجائحه هذه، خصوصا بعد تقديم السيد المندوب لمجموعه من الشواهد الطبيه، وان حتى النائب ديالو وضع شواهد طبيه في واحد المرحله اللي هي كانت حساسه. اليوم حنا كنقولوا لهم من هذا المنبر بانه كفى من التغني بالشعارات، ويجب وضع واحد الخطه اللي هي تكون تحترم الظرفيه. وما وقع اليوم هو شيء اللي نأسف له، لان الناس حقيقه في السبيطار كنقولوها بهذا بصريح العباره، الناس راه مقابله السياسه ومخليه الناس كتموت. المساله ديال الاكسجين اللي كنقولوا نوجه رساله مباشره للجنه ديال اليقظه اللي خاصها تكون حتى هي عندها واحد التدخل اللي هو صارم في الموضوع. نتفاجأ اليوم بمصيبه هي وفاه ازيد من 10 مواطنين كانوا يقودون في قسم الانعاش في مستشفى محمد الخامس في اسفي، حسب معطيات ان انقطع عليهم الاكسجين. وحنا كنعرفوا للاسف ان هذا المستشفى هو ظاهره وحيده في هذا الوطن العزيز، اللي مرارا وتكرارا نادينا وننادي ان يكون تدخلات باش يتم اصلاح هذا المرفق العمومي، اللي هو لم يعد يقدم الخدمات الصحيه كما يجب ان يقدمها، اللي هي في اطار الحق اللي كيضمنوا الدستور. حنا كنعرفوا ان الشغيله الصحيه تعاني في هذا المستشفى، الصراعات بين النقابات، الصراعات بين الناس ديال السياسه، واحد كيحفظ على واحد الى غير ذلك، واتحمل مسؤول ما اقول. فجاء مندوب ديال الصحه جديد، انا نصيحتي لك هو ان الا ما كانش يتعاود كل شيء ازيرو راه غتبقى حليمك في عادتك القديمه. كان ملي كان الدكتور جغنون في بارانتيريم شاد الاداره، كان جاب مشروع ديال بناء المستعجلات بواحد الشكل اللي غيلبي وغيغطي يعني الوضع الصحي ويقدم خدمات في المستوى، لم يتم اخذه بعين الاعتبار. ارسلنا لوزاره الصحه مرارا وتكرارا فجاء الجواب سيتم تدعيم الموارد البشريه، لحد الان ما كاين لا موارد بشريه لا والو. البنايات اللي خارجين فيها المشاريع، بناء المشروع ديال مصحه النهار، المشروع ديال القسم النفسي، خرج ليهم المارشي ديالهم وتلغى، علاش تلغى الله اعلم. الى غير ذلك من المشاكل التي تخبط بها هذا المستشفى، واللي حنا اللي كنعيشوه اليوم للاسف، وكنقدموا العزاء ديالنا لكاع الاسر اللي راحوا لهم هاد الناس، وكنعتبروا حنا شهداء، ان اسبابها الموارد البشريه ما كاينش، التجهيز ما كاينش، السكانر كيجيبوه جديد كيدوز عليه 6 شهور، السكانير دعوة الله ديال 600 مليون مليار كيدوز عليه 6 شهور عام كيخسر، راه لا يعقل. راه كاينين شي حوايج راه كلشي عارفهم ان خسر لي السكانير في السبيطار باش انا نخدم برا. حنا اليوم راه كنعيشوا هذه المأساة وهذه الظروف الكارثية اللي كنشوفها في مستشفى محمد الخامس، اللي هو السبيطار الوحيد اللي من نهار عقلنا وحنا كنعيشوا هذا الوضع الكارثي، اللي كان نقص في الأكسجين وفي المعدات
الصحيه وهذا الوضع الكارثي اللي ذهب ديال اللي مشى ضحيه ديالو بزاف ديال الوفيات اللي راه كتقدر زعما واحد النسبه كبيره، اضافه الى هذا بان الناس راه كتعيش الماساه عباد الله، الناس راه كتغادر، الناس مشاو ليها اولادها، مشاو ليها خوتها، مشاو ليها احبابها، نظرا للوضع الكارثي اللي كيعرفوا مستشفى محمد الخامس، راه لا اذن صاغيه، راه حنا درنا وقفات، كم من مره درنا وقفات واحتجنا على هذا الوضع الكارثي اللي كيعيشوا مستشفى محمد الخامس، وما كنسموه اللي كنلقاو فيه الناس لا 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 اذن صاغيه لا من طرف السيد المدير ولا من طرف وزاره الصحه، هذا راه وضع كارثي كبير هذا، واش حنا غنبقاو نعيشوا هذه المأساة دائما؟ راه خصنا على الاقل نوضعوا حد لهذه المساله، راه هذا الشيء راه كثر بزاف، راه ولينا كنشوفوا الارواح كتقاطر يوم على يوم قدامنا، هذا راه ما كتعيشش مدينه بحال المدينه اللي كتعيش مدينه اسفي، راه لا يعقل نعيشوا هذه الكارثه بحال هكايا، الله على الاقل الانسان راه كنشوفوا الانسان على الاقل كنشوفوا بالنسبه للوضع عندنا في اسفي، راه الناس مقابله غير الانتخابات، قاعده كتوضب الفلوس ديالها غير في الانتخابات وفي التزكيات باش التزكيات، وناسين الوضع الكارثي اللي كتعيشوا مستشفى محمد الخامس. اننا نهضر باختصار وبتركيز شديد، نحن الان في عزاء، مدينه اسفي في عزاء وحداد على موت وفقدان 11 ضحيه، وهذا الموت هو لا يتحمل فيه فقط كما قلنا السيد المسؤول الاول على الاقليم والجهاز الطبي والاحزاب والممثلي الساكنه سواء على المستوى الاقليمي او المركزي، بل ايضا كذلك نحمل المسؤوليه للمواطن، المواطن ساكت وصامت وكيشوف، المواطن له دور كبير في هاد الكارثه، لان الصمت ان الاوان باش المواطن يتحرك ويساند هذه المدينة اليتيمة التي تقبح تحت الإهمال بشكل كبير. إذا نحن نعزي بدورنا هذه العائلات ونعزي كذلك مدينة آسفي التي الآن تعيش وضعا محرجا، فهاد الناس اللي مشاو راه ما غيتعودوش أما التحركات بالكاميرات وبسفوني، هذا أسلوب هزين وأسلوب قديم. شكرا لكم، وبدورنا نعزي هذه المدينة ومن خلالها نعزي هؤلاء اللي ماتوا 11 واحد، ماشي سهل، كأننا في حرب، هذه المدينة في حرب، ليست في حرب كوفيد وإنما في حرب إهمال إهمال المسؤولين لهذا الواقع الصحي بهذه المدينة.